ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض كده فايته الدجاج. انا جبت كده عندي طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين زبده، وحطيت كده صدور الفراخ انا مقطعاه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هقلبهم كده ياخدوا تشويحتين كده يعني على النار لحد ما لون الفراخ يتغير كده. وبعد كده حطيت بقى فلفل اسود وبابريكا وشطه، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت ملح يعني معلقه صغيره كده من كل حاجه. بعد كده قلبتها بقى كويس لحد ما خدت عندي لون كده، وحطيت عليها عصره ليمون. وبعد كده في نفس الطاسه حطيت فيها بصلايه كده مقطعاها جوليان، وحطيت كمان فلفل الوان. اول بقى ما البصل كده والفلفل يتشوح عندي كمان شويه، حطيت عليه بقى الفراخ تاني وقلبتهم كده شويه يعني مع بعض. وجبت بقى كده العيش بتاع الشاورما، حطيت عليه بقى كده توميه، وهحط بقى كده الفاهيتا. حاجه بصوا طعمها حلو قوي، وكمان سهله وبسيطه ومش هتاخد منكم وقت كتير خالص. وحطيت بقى كده جبنه رومي على موتزاريلا، وهرجعها تاني في الطاسه يدوبك بس كده تاخد لون بقى كده زي ما انتم شايفين. تحفه وسهله وبسيطه، وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار لما انزل فيديو جديد على القناه.